في لابارتي اللي فاتت خليناها في المقتلة اللي مرسومة في الحيط، لكن انتي ما سمعتيش الجزء الاول والثاني، غنخلي اللين ديالو في الديسكريبسيون. شينا خديت داكشي اللي مكتوب في الحيط السيلون بحال شي كتاب، كل نهار كنقرا شويه من دوك السميات. واحد النهار طاحت عيني على واحد جوج سميات ديال واحد القتاله مشهورين كانوا تحكموا باعدام شحال هادي. هاد القتاله كانوا واحد فيهم قتل خوه وقطعوا له الراس ديالو في واحد النافوره في باريس، وواحد اخر كان قتل مراته وباها وخرج ليهم لوكور ديالهم بالقرطاس. داكشي اللي مكتوب في الحياة كتير اخوتي، الا جيت نهضر على كل شي ما غنساليش. هاد القتالة حتى هما كانوا ضياف في هاد السيلون، وكانوا جالسين في هاد البلاصة اللي جالس فيها انا دابا، عايش نفس الشي اللي عاشوه، وما بقاش بزاف وغنتبعو من المقبرة. هاد القتالة كاملين كيخرجوا ليا في الحلم. واحد النهار تخيلتهم قدامي وانا فايق واقفين وشاعلة فيهم العافية، وهازين ريوسهم في يديهم وكلهم كيشيروا لجهتي. واحد النهار فقت على صداع المحابسية وسدح البيبان وتقرقي بالسوارج، كانوا هادو الجيران اللي محكوم عليهم بالأعمال الشاقة. وقيل غا أنا بوحدي اللي كنت ساكت وسط داك الصداع اللي كان، كنت كنتسنط باغي نعرف اش واقع. تعتز من قدامي واحد الجارديان سولتو اش واقع، قال لي راه كيوجدو المحابسية اللي غيخرجو غدا للأعمال الشاقة. قال لي الا بغيتي تجي تفرج راه يمكن ليك. قبلت في البلاصه حيت السيلون عندي ما كاين ما يدار، ربط لي رجلي بسلسله لاصقه فيها كره الحديد فيها شي 3 كيلو، خصك تهزها في يديك باش تتمشى. وصلنا للكارديال لواحد السيلون فيه واحد السرجم كبير، دخلني وسد عليا. قال لي طلع من داك السرجم راه غيبان لك كلشي. السرجم كان تيطل على الساحه، ستفو المحابسيه كاملين وربطوهم سلسلة وحدة طويلة، تحلوا واحد البيبان اخرين ودخلوا منهم شي 1000 محابسي واحد اخر. كل شي هنا موسخ ومجرتل، الصداع كاسر الدنيا، ما كاين المعيور والسبان. جا المدير د الحبس وحداه الطبيب باش يختاروا الناس اللي غيعفيوهم. العذر الوحيد اللي غيعفيك هنا من الاعمال الشاقة هو تكون ما عندك شي يد ولا رجل. من بعد هادشي تيبدا الدور ديال العسكر، الا لقاو غير رجليك خارجة من الصف غيكسبو عليك. ينزلو على بنادم بالزراوط وخا تكون مشلول توقف. اش كيدخلو العسكر كلشي كيسكت، كتسمع الصقيل في الساحة. قسمو بنادم المجموعات، كل مجموعة فيها 20 واحد، كبلوهم بالسناسل دايزة من العنق وغيبقاو مربوطين بها حتى يرجعو، وغالبا المدة ما كتقلش على شهرين. بقيت كنتفرج النهار كامل توصل الليل، حسيت بالعيا. السيلو اللي فيه انا دابا احسن بزاف من هذاك اللي كنت فيه، هذا فيه باياس مزيان وبولا وخضوها قليل. ترخيت في الباياسة وطلقت رجلي، ما عقلت على راسي حتى نعس. الصباح بكري مع الفجر فقت على صوت ديال الكاميوات في الساحة، طلعت من الشرجم لقيت العسكر واقفين في الساحة والمحابسية كيطلعوا في الكاميوات واحد مور واحد. غير من الصوت ديال السناسل تعرفهم تقال. المحابسية كل شي حان الراس، بدات الكاميوات تتخرج والصداع تيقل. من بعد هادشي شوية جا الكارديان عندي، عاوتاني غير رجعوني فين كنت ونير خلاوني هنا. كاين اللي غيسول واش ما عمرك فكرتي تهرب من هنا؟ الجواب ديالي غنقول لك ما كاين حتى شي محابسي ما فكرش فيها، ولكن الحبس اللي فيه حنا النسبة ديال الهروب فيه هي 0%، ما عمر شي واحد هرب. بزاف الناس حاولوا ولكن ما كيفوتو السيلون تبع 10 متر وكيحصلو. الكارديانات هنايا كتار، الا حاولت تهرب غتجيبها بصحتك. باش تخرج من هاد الحبس عندك جوج حلول ماشي كتر، اما غتسالي العقوبة ديالك واما غتخرج لساحة الاعدام. واحد الصباح كنت مجبد فوق البياصة حتى تحل عليا الباب،
شاف فيا الغارديان وحيد الكاسكيطه وقال لي بواحد النبره حزينه: اسمح لي الا صدعتك، باش بغيتي تفطر؟ او هذه اول مره كيخيرني باش بغيت نفطر. بدات الدقات ديال قلبي كتضرب في 90، سمعت واحد الصوت في ودني قال لي: شنو واش اليوم يقدروا ينفذوه؟ اليوم يقدروا ينفذوه؟ كمل الجزء الجاي. أيتلاح الخروج إن شاء الله.